ولذلك جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحالف مع تيار الإسلام السياسي اللي بيسموه بين قوسين مزدوجين الليبرالي، وده بدأ في مشروع راند. وأنا أول مرة أقرأ عن مشروع راند الخاص بالإسلام السياسي الليبرالي كان ما كتبه أستاذ سيد ياسين في أحد مؤلفات الشهيرة وأشار، ولكن لم يعي أحد هذه الإشارة المبكرة إلى دور راند، مؤسسة راند الأمريكية، في الكلام حول أن الإسلام السياسي هو الحليف الممكن، وأن إذا كان عندنا ثلاث نماذج منهم اثنين مرفوضين، النموذج الإسلامي الإيراني الشيعي والنموذج الطالباني الجهادي التكفيري والنموذج التركي الليبرالي الإسلامي الليبرالي، قالوا ده أفضل نموذج. وبالتالي بدأ فتح الحوارات وبدأت سكة العلاقات مع الإخوان المسلمين، وتم التحالف مع الإخوان المسلمين، وده النقطة المهمة جدا أو ده اللغز اللي بيفك كل الشفرة اللي احنا فيها النهاردة، إن المشروع الاستراتيجي الأمريكي مع الثورات العربية هو التحالف مع الإخوان المسلمين وإسقاط النظم العربية، نظم الحكم والمساعدة في إسقاط نظام مبارك. لو مقارنة بين أداء الإدارة الأمريكية في ثورة 25 يناير والدعم الأمريكي لمطلب الشعب المصري، الشعب يريد إسقاط النظام، ثم عدم الكلام كلمة واحدة ضد المجلس العسكري رغم أن المجلس العسكري حكم وكان لمدة سنة ونص هو بيخطئ، مفيش كلمة أمريكية واحدة على ما حدث ان المجلس العسكري المصري حكم مصر وان اسقط نظام حسني مبارك في هذه الثورة، ثورة 30 يونيو. المجلس لا يوجد مجلس عسكري بالمعنى الذي كان موجودا، ولكن المجلس تضامن او الجيش المصري وقف مع الشعب المصري بإرادة الشعب المصري، ورغم هذا الحرب شعواء على الجيش المصري وسميت الثورة بالانقلاب، وما زالت الأدبيات السياسية والإعلامية الأمريكية تتكلم على ما قمنا به نحن في مصر من ثورة على أنه انقلاب، انقلاب لأنه أسقط العمود الفقري للاستراتيجية الأمريكية الجديدة. ومن هنا نقدر نفهم مواقف قطر، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن مشروعها انكسر وغير قادرة على التدبر. وانا قريت يعني مقال كاتبه الدكتور حسن خارت مقدمته وانا نازل حضراتكم من دقيقتين بالضبط اللي حصل سنة 90 لما قامت 79 الثورة الإيرانية 79 الثورة الإيرانية قامت سنة 79 وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بتشتغل في الخليج على أساس استراتيجية الركيزتين المتسندتين، الركيزة العسكرية الإيرانية الشاه والركيزة السياسية السعودية. بانهيار نظام الشاه أكبر حليف لإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية، فقدت الولايات المتحدة الأمريكية صوابها وسقط الرئيس كارتر وجاء الرئيس رونالد ريغان وبدأت تحولات جديدة، مبدأ ريغان غير مبدأ كارتر وغير مبدأ نيكسون بشكل كامل. الآن الولايات المتحدة الرئيس أوباما غير قادر على البحث عن استراتيجية جديدة أو غير مهيئ ذهنيا أن يفيق أو أن يعي أن استراتيجيته انكسرت